الشمس ما بتغيب. بدعوة من صندوق القديس أندريه تم استقبال 100 طفل سوري تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و17 عاما من مدارس أبناء الشهداء ودور الأيتام في مخيم استجمامي بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، حيث يقومون برفقة الأطفال الروس بنشاطات متنوعة فنية ورياضية، ناهيك عن البرنامج السياحي في العاصمة الروسية موسكو، ليكون وقتهم مليئا بكل ما هو مفيد. كانت هاي الرحلة نوع من تتويج هذه العلاقة، علاقة الصداقة والمحبة الموجودة بين الشعب السوري والشعب الروسي، وهناك بعض الأمور التي أصبح فيها الطالب يتعرف على الحضارة الروسية عن طريق العلاقة الصداقة مع الأطفال الموجودين في المعسكر. الأطفال التقوا بالأب كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا، الذي أكد أن الأطفال يعتبرون الضمان لصمود البلاد أمام كل الامتحانات. كما دعت جمعية أخوة في السلاح الأطفال لزيارة مقرها في موسكو، حيث تم إبراز دور بطولات الشهداء الذين يدافعون عن أراضيهم بعد حفل رمزي قدمه الأطفال بين رقصات شعبية وفيلم قصير يتحدث عن الحب والتضحية قاموا بتصويره في المخيم. فلاديمير ياكونين رئيس صندوق القديس أندريه الذي وجه الدعوة للأطفال السوريين لزيارة معسكر الأطفال في موسكو التابع لمؤسسة الخطوط الحديدية، عبر عن أمله في أن تساعدهم هذه الزيارة في إبعاد أذهانهم عن الأحداث المأساوية التي تشهدها سوريا. موسكو بلد حلوة، بس في حضارات جديدة وتعرفنا عليها، فيها شغلات تميز عن باقي البلدان، بس بحس أنا سوريا إنه هي أحلى بلد بالعالم. المعسكر كتير كتير كويس وحلو، وعم يقصروا باتجاهنا شيء، وعم يلعبونا أنشطة كتير، ونحن حبيناهم، ونحن عم نمنيتنا إنه يصيروا يحكوا بالعربي. الحديث يتم عن مجموعة كبيرة من الأطفال قدموا إلى روسيا برعاية الكنيسة الأرثوذكسية، ومع ذلك فمعظمهم من المسلمين، مما يعمق عمليا تقارب المعتقدات الروحانية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالطفولة، لا سيما وأن أول مطران في روسيا التاريخية كان من سوريا حسب وزير الخارجية الروسية لافروف. تأتي هذه الزيارة كتعبيرا عن الصداقة الحقيقية بين موسكو ودمشق والاهتمام الخالص بالأطفال ليرتاحوا من المعاناة ويبتعدوا عن أجوائها وتمتلئ نفوسهم بالأحاسيس الطيبة. طلال محمد فهر، الغد العربي.